الطبق الطاير. يا سيدي الناس بقولك الموضوع خطير، ريتا بتعيط وانا مش عارف اتصرف ازاي. احنا محتاجينك يا سيدي الناس، محتاجينك. تعال بسرعه. اديني جيت يا فال. هات اخويا. الموضوع سهل وبسيط، لو طلعت لكم الايرور دي يبقى الخدمه خلصت، تقدروا تروحوا تجددوها من اقرب فرع الاوسن. اما لو طلع لكم الكود ده يبقى الاشاره مش بتوصلها الرصيد، يبقى تتصلوا على رقم 0238-2746 وتدوس 2 عشان تفعل القنوات. اما لو مش عارفين تشوفوا دليل القنوات او الريسيفر مهنك فدي سهل، شيل كوبس الريسيفر، تعد 40 ثانيه على ساعتك وتشغله تاني، ولو لسه مهنك يبقى تتصل على الرقم ده وتدوس 2 عشان توصل لك الاشاره. بتقرص وعهد الله بتقرص. انا بزعبر. بتزعبري وعهد الله بتزعبري. بتشرح وعهد الله بحب الزعبره. ظبطته. لو عملت الخطوات دي وبرده لسه الريسيفر مهنك، هنشيل كابل ال HDMI والطبق، وبعدين نحط كابل ال HDMI ونستنى لما يظهر ده على الشاشه، نقوم حاطين كابل الطبق وندوس منيو، هنختار الاعدادات، ضبط الجهاز، دخل الرمز وهو 4 أصفار الا لو غيرته، ودوس على اعدادات التركيب، وبعدين العودة إلى إعدادات المصنع والريسيفر هيبدأ من الأول. نقوم عاملين الإعداد اللي كان في فيديو الإعداد. سهلة سلكة ملبن ملبن يا هندسة.